اول حاجه برحب بيكم احلى فبراير وسنه سعيده عليكم. شرف لي شرف لاي مطرب انا في موازين. لسه كنت بعمل لك اقول لك ده حدث. عارف لما البرجين اتضربوا في امريكا قعدنا نتكلم عليهم قد ايه؟ هما بيتكلموا في مصر على ساعه صغير كده، وفي مطربين زعلانين جدا ان انا موجود. بقول لهم هو ربنا عايز كده، وامي قالت لي روح ربنا حبب في خلقه، فالمغرب حبتني فعشان كده جايبني. مش فراسه ان انا صوتي حلو ولا حاجه، بس انا نفسي اعمل دوت، بس مش لا يعني مش عارف. بقول لك لسه مكلمهم عشان اعمل دوت. نفسي لان دي انا باجي المغرب كتير جدا جدا. وايه سر ان انا باجي المغرب؟ مش بباب نفسي او بكام نفسي. حد بيكلمني الحفله كلها عامله $5,000، فانت تقول له عايز $10,000، هو يدفع لي $5,000 نجيبه؟ فبضطر انا اقول له انت عايز تدفع كام؟ يقول لي كذا، اقول له خلاص ماشي. فعشان كده، لكن اي فنان تاني يقول لك لا انا عايز كذا خلاص مش هاجي. فتلاقيني متواجد في المغرب كتير جدا جدا. فطالما متواجد في المغرب لازم انا اغني بقى المغرب، اعرف اكله الاكل عارفه طبعا، لازم اعرف اللهجه التقاليد التقاليد بتاعتهم الحاجات بتاعتهم. بس فنفسي بقول لك انا هتجنن على مطرب عندكم اسمه دويدي. داودي داودي داودي، مطرب شعبي شاطر قوي قوي. فتخيل ساعة صغير يعمل شعبي مع دويدي. فانا طبعا من عند حضرتك ليا انا حد جميل قوي ضرب السلطان، امه امين واسمه الاميره هند، وامين دول بقى اهلي اعرفهم بعشر سنين. ورحت ضرب السلطان على فكره، قعدت اسبوع في رمضان، قعد اسبوع، فباخد رايهم كل حاجه. فكلمتهم ان انا اعمل دويتو مع الدويدي، وهم ان شاء الله اسمه الاميره هند هتكلموا هعمل دويتو ان شاء الله معاه. دويدي عايز اقول لك حاجه، انا صوتي احسن من صوتك عشان تبقى فاهم يعني، دي مبدئيا. وبلعب كمان احسن منك، وطبله احسن مني. طب تعرفش تطبل يعني؟ مش عارف. فانت تعمل معايا دويتو هتشير. اول حاجه انا بهرج، عايز اقول لك شرف لي انا اعمل معاك دويتو وانا مكلم اسمه الاميره هند. خلي بالك عشان هي عارفاك طبعا، نعمل دويتو. وخلي بالك هيبقى في علاقه حلوه، وانت هتشتغل في مصر كتير خلي بالك. انا بفهمك انا محبوب بفضل ربنا في مصر. فبقول لك هتقول لي ايه؟ طبعا انا الاثنين مين اللي عليه التصوير؟ انت طبعا. ولا حاجه بالنص بالنص عشان المغرب، انت النص ولا النص. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.